تكون ان شاء الله تكونوا كتير منيح. انتوا عم تحضروا فيديو اليوم، اذا كنتوا جد على القناة انا اسمي سارة، وبالفيديو اليوم I'm gonna spill the tea، رح خبركن عن اسوأ منتجات شي غلام كرمال ما تصرفوا فلوسكن تشترون. سو اذا حبيتوا الفكرة keep on watching، بس قبل اكيد ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وخلينا نبلش. جايز لاحظتوا انه انا بالاستوديو القديم تبعي، هذا الاستوديو فيه كتير بوزيتيف انرجي، كتير كتير بحبه، اول استوديو عملته بحياتي، فكتير مبسوطة اني عم صور الفيديو هون. قدامي في كتير ميك اب لشي جلام، سو خلينا نبلش باول برودكت يلي هو البرايمر. البرايمر رح يكون سكين بيرثداي برايمر من شي جلام. بيجي هيدا البرايمر بيجي معه سباتولا صغيرة، وهيدا المنتج ما كتير حب ان استعمله، وهذا رح خبركن ليه. اولا السباتولا ما بتلزق على المنتج فرح تضيعوها، هيدا ما لها طعمة. هيك بيجي شكله للبرايمر، بناخد بالسباتولا. اللي ما بحبه فيه لهذا البرايمر هو انه ما بعرف شو بيعمل لي ببشرتي، يعني لا بيسكر المسام ولا بخلي الميك اب يضاين اكثر، فما قدرت اعرف هذا البرايمر شو رح يعمل لي لبشرتي. هيك بنكون بلشنا باول منتج انا ما حبيته من شي جلام، لانه literally like حرام يروح هذا المنتج ضيعان، بس ماني عم بفهم شو عم يعمل لي لبشرتي. وعلى فكره جايز ممكن انه انتم تستعملوا المنتجات اللي انا بحبها وما تحبوها، ممكن تستعملوا المنتجات اللي انا ما حبيتها وتحبوها. الميك اب كتير كتير خاص، كتير شخصي، الاشياء اللي انا بحبها يمكن انتم ما تحبوها. انا علي انصحكم، بس بنفس الوقت اذا انتم بتحبوا هذا المنتج اكيد كفوا فيه. اوكي سو حطينا البرايمر على الوجه، ورح ننتقل لافضل فاونديشن عندي. دايما اذا عندي تصوير بحط من هذا الفاونديشن، اذا ظاهره مع رفقاتي بحط من هذا الفاونديشن، على سهره بحط من هذا الفاونديشن، والفاونديشن هو سكين فينيت فاونديشن من شي جلام. كثير كثير حكي عنه لهذا الفاونديشن، كثير بحب الفينش تبعه، هلا رح احطه على وجهي ورح تشوفوا. انا ام بيج فان، كانه بيعمل لي بشره ثانيه فوق بشرتي، بس ما فيها عيوب ابدا وما فيها مسام وما فيها شيء، وبتلمع وهيلثي وصحيه. قربت لكم الكاميرا كرمال نبلش نطبق الفاونديشن، بس قبل ما نبلش بدي اخبركم عن ثاني أسوأ منتج من شي جلام انا شخصيا ما حبيته. خليني افرجيكم اياه، هو هيدا السبونج. بس تفتحوا هيدا السبونج، السبونج الشهيره يمكن تلاقوني انه انا عم بستعملها، لانه بالنهايه هيدا سبونج تستعمل منا نهايه العالم. هي بيجي هيك فلفت المخمله القماش تبعها، اللي بيزعجني فيها انها كتير كتير عريضه، فما بقدر اني اوصل لشايفين الكورنر وزاويه العين، ما عم بقدر اني اوصل لها صح، هذا الشيء كثير بيزعجني. اما هيدي السبونج شوفوا الفرق، شايفين كيف فاتت السبونج؟ لو في منا على هيدا الشكل انا بكون كثير مبسوطه، بكون اسعد وحده بالعالم. anyway رح نبلش نحط الفاونديشن. بحب اني اوزع الفاونديشن باصبعي كرمال كله يكون بالتساوي مع بعضه، وبركز اكثر شيء على منطقه الانف والجبين يلي هن نص الوجه، لانه اكثر شيء بحس الفاونديشن بيزيح من محله وما بيلقط بهيدي المنطقه لانه اويلي عندي او دهنيه. ورح وزع الفاونديشن على كل الوجه. مش معقول الفينش تبع هيدا الفاونديشن شو بتعقد، وعلى فكره انه ميديوم كفرج منه فول كفرج، بس بيلدبل، يعني بقدر اني احط طبقه ثانيه وراح يصير فول كفرج. انا هيدا الفاونديشن از ماي فيفورت لسنه 2022 من كل الفاونديشنز، مش بس من شي جلام، من كل الفاونديشن. ثاني افضل منتج من شي جلام جايز، كل بنت لازم يكون عندها هيدا الكونسيلر فول كفرج، فول كفرج، ما حيخزلك، ما حينزح من محله. انا كثير كثير بحبه، اسمه مادلان، خلينا نحطه وشوفوا قد ايه فول كفرج. رح احط باول العين وباخر العين.
هلا عم فكر انه ما كان لازم احط فاونديشن تحت العين بس كرمال تشوفوا الفرق، بس انا اكيد انه رح تشوفوا الفرق مع وبلا الفاونديشن. لاحظوا كيف ضويله تحت العين بطريقه رهيبه شو حلوه. ضوينا تحت العين وهلا صار وقت انه نعمل كونتورينج. ثالث منتج انا كثير بحبه من شي جلام هيدا الجام يلي هو هيدا الشكل، فيهم كونتور بلاش وهايلايت. رح جربهم هلا انا وياكم وشوفوا قد دمجهم سوبر سهل. اول شيء بنخضها كثير منيح ومنبلش نعمل كونتور. بناخذ براش وبالبراش منبلش نطبطب. شوفوا كيف بيندمج بطريقه ولا اسرع ولا اسهل. يعني اذا انتم مبتدئين بالميك اب وما عبالكم انه تغلطوا، عبالكم تروحوا على السيف سايد، ما عبالكم انه تستعملوا شيء ويبقع، كثير بنصحكم بهذا الكونتور لانه مش طبيعي قد ايه سهل الدمج. اكيد رح اعمل كونتور للانف، صايره اعشق كونتور الانف. كونتور الانف ما رح ادمجه هلا، رح اتركه شوي تيثبت تينشف كرمال يعطيني بيجمنتيشن اقوى ويضل محله ما يتوزع وين ما كان. عم بستعمل جولدن سان كرمال الكونتورينج. اما للبلاش فهلا رح نبلش بالبلاش، نفس البرودكت تقريبا، نفس الباكج، نفس الشيء من جوا، بس اللون اللي عم بستعمله اسمه ديفوتد. نفس الشيء بخده وبلش حطه على الخد وادمج. انا عم بدمج على فكره بنفس البراش اللي دمجت فيها الكونتور، بحب انه هيك الالوان شوي تفوت ببعضها تطلع ناتشرال اكثر ولا اسهل. انا هول البرودكت ما بستغني عنهم ودايما دايما بستعملهم. بالاخر ببلش ادمج الانف. صار وقت الهايلايت، والهايلايت هلا رح تشوفه رح يجي من جوا غير شكل عن الكونتور والبلاش. الاسم اللي عم بستعمله اسمه فانيلا فروست، انا كتير كتير بحبه. لاحظتوا الفرق؟ سو رح حط منه، وعلى فكره كتير قوي ما بدكم تكتروا. وبنفس البراش اللي استعملتها للكونتورينج ولا البلاش رح ادمج. واو شايفين جايز؟ شوفوا واو جلاس سكن، جلاس مثل الازازة. رح حط شوي هون وما رح زيد لتحت، رح اوصل لنص الانف واطلع لفوق. ثالث منتج انا ما حبيته ابدا من شي جلام يلي هو انستا ريدي فيس اند اندر اي سيتنج باودر ديو، بس رقم واحد او اسم واحد اللي هو الترانزلوسنت. الترانزلوسنت هو الابيض، رح فرجيكم كيف الابيض. اللي ما حبيته فيه هيدا الباودر انه بيضوي تحت العين بس تاخدوا صورة. سو لازم تستعملوه بشكل كتير خفيف. اذا بدي استعمل هذا الباودر استعمله بطريقة كتير كتير خفيفة وما كتر. فهذا رح اعمله، رح حط بشكل كتير بسيط تحت العين وبلش ثبت بخفة ايدي. علمت حواجبي وصار وقت انه ننتقل للاي شادو. جايز الاي شادوز تبع شي جلام كتير كتير قوية وكتير افوردبل، اسعارهم كتير منيحة بالنسبة للنتيجة. رح اعرفكم على اي شادو باليت، كل بنت لازم يكون عندها هيدي الاي شادو باليت. هيدي الباليت اكيد رح تستعمليها لانه شوفوا الالوان جايز، الالوان مناسبة لكل الاذواق. فيكم تعملوا فيها ميك اب كثير قوي، فيكم تعملوا فيها ميك اب كثير ناعم، فيكم تعملوا فيها اللي بدكم اياه. سو رح نعمل اي ميك اب كثير حلو باستعمال هيدي الباليت اسمها سمارت كوكي باليت. رح بلش بلون اسمه فلاور باور ورح استعمل هيدا اللون كلون انتقالي. رح ارجع اخذ لون براون شوجر ورح احط هيدا اللون باخر العين. شوفوا البيجمنتيشن جايز، البيجمنتيشن كتير قوية. ببراش كتير صغيرة رح اخد ديفلز فود يلي هو اغمق لون بالباليت، وعلى فكرة كل الباليت الوانها مات ومطفية. كنت بحب لو في الوان شيمرز فيها بس كتير قوية الباليت فما في احكي شي عنها. ورح حط هيدا اللون على خط الرمش وهيدا اللون رح يعطي رموش كتير كتير كثافة. لاحظوا اوريدي الفرق، رح يعطي كأنه أنا رموشي كتير كثيفين. رح ننتقل هلأ لهيدا المنتج اللي أنا ما كتير حبيته اللي هو جلو أو تلزيق للرموش. هيدا التلزيق للرموش شوفوا كيف بيجي، بيجي مثل الخط، بتحطه على عينكم أو بتحطه على الرمش وبتلزقه. رح لزق رموش فيه هلأ بس أنا ما حسيته أنه قوي
وما بقدر اعتمد عليه اني احط رموش. فيكم تحطوا رموش لكل يوم باستخدام هيدا التلزيق، بس اذا بدكم تحطوا رموش وتتاكدوا انه ما رح يقب الرمش ابدا، في كتير تلزيق احسن منه honestly. سو هيدا الرمش رح اخذ من هيدا الجلو حطه على الرمش ورح حطه على الرموش. شايفين جايز ما عم يلزق كتير كتير، بعذب تيلزق. يعني اذا كنتوا كتير عندكن اعصاب باردة ومطرتوه بيلزق بالاخر، بس رح اكتئي ليكو قشط قشط ليكو. انا ما حبيته ابدا 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 لهالجلو. خامس منتج انا بموت بموت فيه يلي هي هيدي الماسكارا. هيدي الماسكارا رح تعملكن رموش، هلا رح تشوفوا رموشه، رح تعملكن رموش جايز بطوشو شو ما كانوا رموشكم، اذا قصار ولا خفاف ولا طوال ولا كثيفين، رح يطلعوا رموشكم كانه حاطين رموش اصطناعيه. سو شوفوا شو رح بيصير. هيدي هي الماسكارا، اسمها All in One Volume and Length ماسكارا، بتعطي فوليوم كثافه وطول للرموش. وانا اللي بحبه فيها انه بس حطها بتضاين كل النهار بلا ما يرجعوا يناموا رموشه وينزلوا لتحت. سو خلينا نشوفها ونجربها. مثل ما شايفين انه الماسكارا في لها جهتين، رح بلش باول جهة يلي هي الريشة الرفيعة. لاحظتوا هيدي الريشة بتعطي طول كتير كتير حلو وبتشقل الرموش، بتعملهم ليفت لفوق. سو رح بلش حط من الماسكارا هيك طبقات صغيرة فوق بعضها. هلا رح ننتقل للكثافة يلي هي الريشة الكبيرة. كل ما كانت الريشة كبيرة كل ما الرمش كان كبير. فالحلو بهيدي الماسكارا انه فيها الاثنين، ونفس الشيء رح بلش اقطع، وهيدي الحركة كتير بتساعد انه يبينوا الرموش كتير طوال، انه نمشط الرموش من فوق ومش بس من تحت. سو هيدي هي الماسكارا جايز. بليز خبروني شو رايكم بالماسكارا بالكومنت، لانه انا كتير كتير مغرومه فيها ودايما بحط منها. اخر منتج انا ما كتير حبيته من شغلان يلي هو هيدا البلاش. اللي ما حبيته فيه انه ما بحس بنقدر نحط من هيدا البلاش فوق الميك اب، يعني اذا اوريدي حاطين ميك اب ما فينا نحط من هيدا البلاش. البلاش اسمه Afternoon Peach Cheeky Color Jam، عندي منه لون تاني كمان، هيدا هو اللون. بيجي التكستشر تبعه موس، يعني منحط اصبعنا هيك شوفوا التكستشر. اللي ما عجبني فيه هو انه بس نحطه شوفوا قدي كتير قوي، مع انه اللون كتير حلو، بس هذا الشيء رح يخلينا انه نحن وعم نحط البلاش يبقع البلاش نحن وعم نحطه. بحب حطه بلا ميك اب، بس مع ميك اب ما بيزبط معي. سو جايز هيدا كان الفيديو، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيه، انا كتير انبسطت انا وعم تصوره. اكيد ما تنسوا اذا حبيتوا الفكره تعملوا لايك، شير مع رفقاتكم كرمال هن كمان يستفيدوا، وتشتركوا بالقناه. جايز سنه 2023 سنة نار نار نار، وانضموا لعائلتنا الكبيرة، اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم نوتيفيكيشن بحيالله وقت أنا نزلت في فيديو، وأنا بشوفكم قريبا جدا. باي جايز.